مرحبا، كيفكم؟ اليوم في موضوعين رئيسيين رح نحكي فيهم، بس هلا عبال ما بنشوف عبال ما يصير في فيوز. فاليوم في موضوعين بشكل عام. انا بعرف انه انا طالع متاخر شوي، والكل هلا بكون يا عم بريح يا عم بحضر. فلنشوف. ففي ناس هنا حكينا، ما في ناس خلص بنلغي الموضوع بنأجله لبكره. الموضوعين اللي رح نحكي فيهم، الموضوع الاول هل انا بقدر امزح مع اي حدا باي وقت؟ هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني المكملات الغذائيه. معناته بتعرفوا، مع انه بتعرفوا انه كل موضوع اظن بحاجه لجلسه، يعني لمره بنطلع نحكي فيها ندردش فيها. مرحبا، كيفكم؟ فرح نبلش بالموضوع الاول. الموضوع الاول، هل برايكم، بما انه صاحبي او قريبي او اي حدا، هل بقدر اني انا امزح معه واتقل دم عليه باي وقت؟ السؤال تبعي بسموه leading question، يعني الجواب داخل الجواب موجود جوا السؤال، وهي طريقه للسؤال خاطئه. خليني اعيد الصياغه تبعت السؤال. هل بحق لي، بما انه بمون على شخص، هل بحق لي امزح معه باي وقت وقدام مين مكان؟ هذا هو السؤال. شو رايكم؟ هل بحق لي مثلا صاحبي متربيين معه، احنا قرايب وبنعرف بعض وعيلة بعضينا، فهل بحق لي امزح مع هذا الشخص باي وقت وقدام مين مكان؟ هذا هو السؤال. يعني عادي، انا بقدر اضل مكمل طبيخ، واذا ما فيش اجوبه برضه عادي، وممكن اجل الجواب لبكره، لاني بعرف اني انا طالع اليوم متاخر. متاخر عليكم، وهلا الوقت قريب الافطار، فممكن حتى الواحد تعبان مش قادر حتى يكتب او يناقش من كتر ما هو جوعان. كان اليوم جاء على بالي كثير نحكي في موضوع ثالث، جاء على بالي اليوم نحكي فيه، بس كمان اني طلعت لكم متاخر، كان في كم شغله عم بقراها فاخذوا من وقتي بصراحه. في نوع رياضه حابب نحكي فيه مع بعض كمان. انت بتلاقي حالك فاضي بتطلع لايف. لا والله يا عمر، مش صرت. لا انا بطلع لايف قبل الفطور، يعني هذا الوقت الضائع، عرفت، قبل الفطور اللي الواحد مش قادر يبلش فيه اشي، وبنفس الوقت الوقت طويل على الفطور لسه، فهذا الوقت اللي بستغله واطلع فيه. بس اليوم فعلا كنت عم بقرا باشي، واخذني يعني قراءات للشغل، فاخذتني شويه القراءه وترتيبات الفايلات وهي الشغلات، فبعدين قلت لا ما بدهاش بقى، يعني لازم اطلع بسرعه، لازم اسكر بسرعه وابلش اليوم. اكلي نفسه هو صار لي من اول يوم برمضان باكل نفس الاكل، انتم بتعرفوا عندي السبانخ لسه ما خلصت. اليوم سألت باجتماع للشغل اذا انا كل يوم بعمل بطاطا، فهو كل يوم انا بعمل بطاطا، هو جزء من السفره تبعتي اذا بدكم. اني بعمل، ما هو في بطاطا مقليه وسلطه وحمص وفول مع المندش بكون موجود. هلا انا مقنن او مقلل او تقريبا بعملش رياضه، وهو المفروض اني اعمل رياضه، ضروري جدا، يعني ضروري احط هذا الموضوع جوا جدولي الخاص. في نوع رياضة تعرفت عليه بال 2003 أيامها كنت بشتغل بفاستلينك. الحقيقة زميلي لإلنا تعرفت على دكتور وكان بيعلم إشي كتير غريب أيامها، لوقت ما حكولنا كان القصة إنها تايتشي.
فتنا على الكورس واخذناه بالاخر. بعد ما خلصنا الكورس قالنا احنا لسه ما فتنا بالتايتشي، احنا هلا كل اللي عملناه كان تشي جونغ. وكان الغريب بهذا النوع من ال من ال اذا بدكم من الرياضه، هو اصله صيني هذا النوع، انه كلها بتكون الواحد واقف مكانه، يعني ما بتتحركش، انت واقف بتعمل حركات ونزرب عرق وتعب تعب وانت واقف مكانك. فكان الغريب انه الواحد اولا بيكتشف عضلات جديده قاعد بعرف شعرها، ثانيا فعلا جهد عالي جدا وهو الواحد واقف محله. فكنت اليوم يعني تذكرت بما اني انا بلعبش رياضه، فحسيت انه انسب نوع رياضه اعملها بالنسبه لي هي التشيغونغ، فتذكرتها فطلعت يوتيوبات اقعد اذكر حالي فيها. لما رحت على البحرين برضه اشتركت بمركز بعلم التشيغونغ، وهذا الحكي يعني انا كنت بالبحر، انا تركت البحرين بال 2009، فلكم ان تتخيلوا يعني الفتره الطويله. هلا انا معتمد بشكل اساسي على اليوم الرياضي تبع اوت اوف ذا باوت اللي احرك جسمي فيه، بس صراحه هو ما بيكفي. يعني اليوم الرياضي طبعا ممتاز جدا، بنلعب انا شخصيا بلعب فولي فيه، بس ما بيكفي صراحه، وانه مره بالاسبوع برضه بيكفيش. عم بلاقي حالي عم بلعب يوم يوم لا، هذا التشيغونغ من اول ما تذكرته وبلشت فيه. فكان اليوم موعد يعني موعد المفروض اني المفروض اني اعمل كان اليوم رياضة، بس زي ما قلت لكم التحقت بالوقت. اليوم بس علي اعمل، بما انه كل شيء جاهز، علي اعمل بطاطا كالعادة طبعا، وعلي اعمل شوربة لانه خلصت الشوربة من عندي، زائد التحضيرات انه نحط زي ما فرجيتكم امبارح، احط الاشياء اللي بدها تتسخن على الدور. فاليوم سؤالي معاكم، يعني هذا لوقت تاني بنحكي فيه موضوع التشيغونغ، وبركي بكره بركي بوقت يكون في عنا وافرجيكم طبيعه الحركات. بس اليوم السؤال، وهذا السؤال عم بسالكم اياه لانه حصلت معي حادثه مش لذيذه ابدا الحادثه هذه. فلو كان السؤال، لو كان صاحب لإلي، صاحبي قريبي كثير صحبه، المفروض مثلا على سبيل المثال انه احنا كثير صحبه مع بعض، هل بحق لهذا الشخص انه يمزح معي باي وقت وقدام اي ناس؟ بس عم بتاكد انه انا، فهذا هو السؤال المطروح لدردشات. فهل يحق له برايك؟ هلا انا عندي جواب، يعني جوابي الشخصي موجود، بس بما انه صار قلت خلينا ندردش بالموضوع ونسالكم شو رايكم بهذا الموضوع. طيب فكروا في الموضوع قبل ما اجيب الشوربه. والله هذا جاهز الموضوع. طبعا انا شغل شوربه سريعه فماجي الشوربه، وبغيرش عن الدجاج بالشعريه، دائما دجاج بالشعريه كل ليلة دجاج بالشعريه. فهل يحق؟ طيب بما انه ما في جواب انا راح اعطيكم الجواب تبعي. انا برايي ما بحق له. مثلا صاحب، انا صحبه مع واحد، اوكي انا مش متجوز، هلا افرض انا متجوز، صاحبي يقعد يمزح مزح بايخ وتقيل دم قدام مرتي، يعني مش حلو، اوكي؟ هلا بنمزح مع بعض هذا الحكي على عقبه شدي على كذا، ممكن تنهض. هلا انا شخصيا ما بهضم نوع المزح نهائيا اللي فيه تقليل من قدر اللي قدامه للواحد، حتى لو كان صاحبي، يعني ما بحبه هذا النوع المزح. اكيد مش مقبول المزح باي وقت ولا قدام اي ناس، وكمان حتى لو لحالنا في حالات برضه مش مقبول. اهلا سلمى، انا موافق، انا زي ما سمعتيني رايي من رايك. مساء وردي اخرامي، اهلا اهلا سيما. بس مرات في ناس بتطلع علي على اساس اني انا شخص جدي، يعني انه لا زودها رأي كثير تو ماتش، وفعلا بلاحظ هذا الحكي. يعني
في واتساب جروب اللي تخرجنا مع بعض من المدرسة. تخرجنا مع بعض من المدرسة بال 87 يعني بالأعمار بين 49 و 51 يعني اللي فات بكير كتير وأنا واحد فايت بكير عمري 50 هلأ. فطريقة مزحهم مع بعض بمزحوا مع بعض بطريقة يعني أنا ما بقدر عليها يعني فعلا سلمى يعني حتى لو بيني وبينه ولحالنا أنا ما بقدر على هذا النوع من المزح. وبرأيي إنه المزح لزيادة يعني بخرب المعرفة يعني مرة على مرة من هون شغلة ما بنعرفش أنه واحدة فيهم اللي هي تزعل يعني إذا الأولى ما زعلتش والتانية ما زعلتش والتالتة طحنا عليها والرابعة كذا الخامسة السابعة التانية العاشرة واحد بدي يجي يحكي لا بس مش لهالدرجة. ما هي بما إنه ما هو ما فيش درجة بما إنه صاحب الحكي وصاحب المزح. هلأ هذا طبعا الموضوع اللي عم بطرحه يختلف تماما عن الموضوع اللي قلت لكم انه انا صار معي امبارح حادثة. هلأ انا نوع الكل بيعرفني انه انا عملية المزح معي عملية مدروسة جدا يعني لاني او انا بمزحش يعني انا ما بحبش امزح مع الاشخاص ممكن بيسموها انكش راس على حدا بس مش اني اصلا مزح تقيل كله مو حلو لانه ممكن واحد بالمزح يضرب على عصب حساس 100% يا سلمى. هلا امبارح انضغطت بالضبط بالضبط قبل الفطور يعني اجتني سمة البدن واظن انه ارتفع ضغطي يعني بسمة البدن هاني اظن مش متاكد بس لانه وجعني راسي فمش متاكد اذا من هذا الموضوع ولا من موضوع تاني. هو الموضوع مش مهم يعني ممكن حتى اصنفه بانه موضوع تافه يعني ضمن موضوع التفاهه هذا تصنيفه بس مرات في اشياء فعلا بتدق على عصبنا وما بنقدر نمنطقها انه مش منطقي انه دقت على عصبي بس هي فعلا دقت على عصبي بس مش قادر افسرها بيني وبين حالي او بينه وبين حاله الواحد ليه شغلات معينة ممكن اتعصبه تدق على عصبه وهو مرات الواحد معصب او منفعل خلينا نسميها بيسأل حاله انا ليه عصبت لهالدرجة الموضوع مش مستاهل. ففي تناقض بنحسه بينه وبين حالنا على الانفعال تبعنا والمنطق تبع الانفعال واحنا نفسنا بنكون يعني مش محتاجين شخص تاني يجي يقولنا كبر عقلك الموضوع مش مستاهل احنا شايفينه مش انه بس مش مستاهل احنا شايفينه تافه وبنفس الوقت اللي احنا شايفينه تافه الموضوع شايفين حالنا معصبين. هذا اشي مش قادر افسره يعني ما فعلا عمري ما قريت اشي بفسر هذا الحكي وانا يعني حاولت افكر في الموضوع من اكتر من زاوية بصراحة ما طلع معي. هدول الجرجرات خلص خلص دورهم مش المفروض يمكن يعني حاولت اني احطهم بالمية بس تعرف الشغلة اللي انا غلطانها انا مش مبدل مية عليهم يعني كمان احتمال اني لازم ابدل مية عليهم. كنا عاد برضو نبدل مي عليهم هلا راح ابلش احضر بالاشياء اللي بدها تسخين. العائل تبعنا وطريقه تصرفاتنا متناقضه جدا. اعطيكم مثال على قصه هذا التناقض ومثال مشهور جدا احنا وصغار ايام الارضي كان جدا مشهور هذا الحكي. انا حطيتكم بالضوء اسف. ايام الارضي الواحد مثلا اثنين بيحكوا مع بعض زعل بس صياح كذا مش عارف ايش تراخ واحد بسكر التليفون مش الثاني طبعا على الموبايل عم بتك ما هي تك اسهل هذيك تراخ بس هذيك بالارضي كان لها وزن يعني كان إلها الصوت تبعها طراخ هيك تحس السماعة ضربت بالجهاز. هذا التناقض لما أنا سكرت الخط شو كان قصدي؟ هل فعلا كان قصدي أني أنا ما بدي أحكي مع الشخص ولا قصدي
اللي بتذكره الخط انك انت ارجع معي واعتذر لي. وهذا اشي كتير كتير غريب بنعمله. يعني انا مسكر الخط بس اللي فعلا بدي اياه مش اسكرك، مش اني ما بدي احكي معه، لانه بعديها انا طول الوقت بتطلع على التليفون، امتى بده يرن التليفون، امتى بده يرن التليفون، رن التليفون لما رن التليفون، حكى ولا ما حكى، لسه ما حكى، بعدين بتطلع في حراره او في حراره. هذا ايام برجعكم لايام الماضي. فهذا مثال مشهور جدا وكلاسيكي على حاله التناقض اللي بنعيشها مرات بين تصرفاتنا وبين الشيء الفعلي اللي بدنا اياه. الموضوع هيك رتوش، بس القصة رتوش. لا والله انا بشوف المزح اشي لطيف، لكن بعقلانية وما يكون يجرح معك. فاهم عليك عبود. وهو السؤال مش قصة نمزح او ما نمزح، السؤال هو قدام اي حدا وباي موقف، هذا هو السؤال الحقيقي. يعني امزح معه بغض النظر عن المحيط وبغض النظر عن مين موجود. هلا ببساطة خليني بس اسخن معي. في حدا هيك حب يخفف دم معي امبارح وانا كنت محترم جدا معه. حلو الواحد لما يحكي عن حاله. وانا كنت طبيعي، يعني بحب اقول لكم انه ما عصبت عليه ما كذا، بس انه هذا الاشي يا ريت يتعدل. طبعا الرد كان صاعق ماحق وغير، والرد كان غير مسؤول يعني حتى كمان. فبسبب هذا الرد انا راح اعمل رد فعل. طبعا رد الفعل تبعي راح يكون له عواقب معينه، وهذا الشخص خلص مش راح اعرفه رغم انه يعني في قرابه، بس يعني فراح اخذ رد فعل له. هل انا هلا عم وهي اسئله بنسالها لحالنا، هل انا واحد مثلا هلا منفعل جوعان بدي اتفشش باي شيء معي، وامبارح صار الموضوع. فهلا لهلا اني خاطر ببالي انه رد فعلي، بما انه هيك انت رد فعلك، فرد فعلي رح يكون أقسى. يعني لأنه اللي رد فعله كان بعتبره عيب، يعني عيب ينحكي هذا الحكي وعيب يكون ردة الفعل بهذا الأسلوب. فأنا ما رديت عليه وقتها، بس رح يجي اليوم الوقت والمناسبة الرائعة الجميلة إنه يفهم الغلط اللي عنده. هو فاهم أكيد الغلط اللي عنده. فبالنسبة لي أنا مش بأي وقت ولا قدام أي حدا، وهيك رأيي. يعني حتى أنا لما بمزح مع شخص، مثلا شخص ولاده موجودين، مش رح أقعد أمزح معه أنكش راس عليه بطريقة معينة غير لما أنا مثلا أنا وياه لحالنا. وحتى لو أنا وياه، سلمى معها حق، أنا وسلمى لحالنا، يعني أنا والشخص سلمى اللي حكته أنه أنا وهذا الشخص لحالنا، برضو في معايير يعني تضبط عملية المزح. مثلا طالع هذا الشخص مديره قاعد، هل انا بحكي معه وبمزح معه بنفس الطريقه اللي لو انا وياه مثلا بنلعب شده ومديره قاعد، وابلش اقول له طول عمرك مش عارف ايش وطول عمرك مش قدام مديره؟ يعني حتى لو عم نلعب شده والقص، في امور ما بزبط، في معايير بدها تكون مدروسة. فأنت قرر يا شخص، بدي أعتبرك يعني من المرفوع القلم عنهم، يعني أنت ما بتاخد يعني تافه وسفيه، وبالتالي ما بقدرش ناخد على حكي. أوكي، فإذا ممكن إذا بتحب أعرفك بهذا الأسلوب إنك سفيه،
فامزح هذا المزاح لانه معناته حكيك مش ما لهش وزن وانت شخص ما لكش وزن. هلا هاي القصه المشهوره طبعا اللي دائما بنمزح فيها وهي مش مزحه هي موجوده. عمه تف تف على عمه لما انه الولد الصغير، هذه مش مزحه يعني، هاي مش مزحه ابدا ولا خاصه بالمزح، وهي بصير عليها يعني مزعه عقاب يعني زي ما بيقولوها. طيب انا هذا الموضوع اللي كنت بدي افتحه، في موضوع ثاني المكملات الغذائيه، بس شو رايكم خلينا بركي هذا المكملات الغذائيه فتحناه لبكره. هلا صارت الساعه 7 ويمكن معناش وقت كثير اللي نفتحه، هو ما اظنش ياخذ وقت على العموم، بس خلينا بكره يكون في قدامنا يعني 25 يوم. بس بصراحه هذا الموضوع يعني في موضوع مهم، انه صرنا 5 ايام، يوم الخامس عم بيخلص لرمضان، تصوروا 5 أيام صاروا مرئين. يعني قد ما احنا مثلا زهقانين من قصة الحجر وقصة الحظر هاي، قد ما هو في زهق، بس بنفس الوقت رمضان بالنسبة لي على الأقل عم بلاقيه مرة كتير بسرعة. يعني انه الجمعة بلش، هي احنا صرنا هي صرنا الثلاثة، وصلنا اليوم الخامس، جمعة سبت أحد اثنين، اليوم الخامس. اليوم حكينا بأكثر من محور، حبيت يعني موضوع المزح، موضوع التناقض اللي بيصير براسنا، موضوع تافه وموضوع سخيف، بس بنفس الوقت بنحس حالنا انفعلنا فيه. فهدول المحاور حلوين على هذا الموضوع. طيب اوكي، بكره ان شاء الله هيك نطلع اكثر شويه، نتحدث ونشوف اذا بركي حكينا عن موضوع الرياضه هاي تاي تشي، افرجيكم شوي من حركاتها، وحكينا موضوع المكملات الغذائيه لانه انا في وراي حدا خذ مش عارف، بكره بنحكي. طيب اوكي يا جماعه، ما بدي اتاخر عليكم، الساعه 7 ضايل تقريبا 17 دقيقه 18 دقيقه على الاذان. صيام مقبول، افطار هني وشهي للجميع ان شاء الله، وانبسطوا. اوكي يلا نراكم قريبا، سلام.